عايز علاج فعال للاسهال، طب عايز مضاد سموم قوي وفعال، عايز تعالج الانهجار والخرخشه والتنفس بشكل عام، طب عايز تقوي المناعه وتزود حيويه الطيور، عايز تشيل البكتيريا اللي في معده الطيور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب أشوفكم في أحسن صحة وحال، وزي ما تعودنا دايما نبدأ بذكر الله وبالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما حضراتكم شفتوا في المقدمة، فيديو النهاردة مهم جدا جدا لمربيين دواجن التسمين، الطيور البلدي، الحمام، البط، الوز، أي أنواع الطيور، لأن النهاردة جايب لكم عشبة يمكن معظم شركات الأدوية بتخبيها عنكم أو ما بيذكرهاش. فعلا العشبة دي مهمة جدا جدا للطيور، وهتغنيك عن 90% من الأدوية للطيور. لو كان عندك خرخشة في الطيور أو زكام أو أي مشاكل تنفسية، فبفضل الله طبعا أولا ثم العشبة دي أو نوع العشبة دي هتشيل معاك الخرخشة أو التنفس. لو عندك في سموم في المعدة، في بالنسبة للعلف، الناس اللي بتربي الطيور البيضة أو طيور التسمين أو الطيور البلدي اللي بتأكل حاجات بيتي، في أي مشاكل في السموم، فالعشبة دي سهلة جدا ورخيصة جدا، وهتشيل معاك كل الأمراض، وهتشيل معاك إن شاء الله بفضل الله بإذن الله أي مشاكل في المعدة. العشبة دي يمكن موجودة ومعروفة جدا عند معظم، عند 100% من المصريين، ومعروفة عندنا من قديم الأزل، ولكن هي لها اسم معين عندنا في مصر، معرفش بقى خارج البلاد اسمها ايه، ولكن هي في مصر اسمها الشيح. كلنا طبعا عارفين الشيح وسمعنا عنه، ولكن كتير مننا ما يعرفش الفوائد الجبارة للشيح سواء للإنسان أو للطائر، وكلنا طبعا يمكن غايب عننا أو معظمنا غايب عننا فوائد الشيح، لأنه طبعا ريحته بتبقى نفاذة أو مش محببة، لذلك هي مش مطلوبة قوي. ولكن لو هتعرف فوائدها أو تعرف على فوائدها هتلاقي فوائدها مهمة جدا جدا للطيور، وغير كده كمان رخيصة، ولو جبت لك شوية بعشرة جنيه هيكفوا معاك 100 فرخة، يعني لو شوية بعشرة جنيه يكفوا معاك 100 فرخة. هتوفر معاك مضادات سموم كتير، وهتوفر معاك أدوية كتير جدا جدا، وكمان هتغنيك عن معظم مضادات حيوي كتير. وطبعا مفيش داعي اكمل عشان ما اطولش عليكم الفيديو واقول لكم ان العشبه ديت مفيده لايه، لان قلتها في مقدمه الفيديو واخر فيديو، فمفيش داعي ان اقول لكم هي مفيده بنسبه 100% للطير، وما ينفعش مفيش غنى عنها خالص. نيجي لموضوع استخدامها او طريقه استخدامها. الشيح طبعا طريقه استخدامه سهله جدا، هنحط لكل لتر ميه معلقه، يعني معلقه صغيره كده قد معلقه الشاي اللي بنعبي بيها الشاي او السكر، معلقه صغيره لكل لتر ميه. ولكن ازاي؟ احنا هنجيب وليكن 3 لتر ميه مثلا، هنحطهم مثلا في ساقية، احنا مش هنقدر نغلي الساقية كلها او ما عندناش المساحة اللي نغلي الساقية كلها، هنجيب 3 لتر مية ونحط لهم 6 معالق، يعني بقول لسه بقول لحضراتكم اللي هنعمل معلقة لكل لتر، ولكن احنا هنغلي 3 لتر حاليا، يعني خليك معايا لاخر الكلام عشان تقدر توصلك المعلومة. 3 لتر اللي هنقدر او هنقدر نغلي لتر واحد بس، لو مثلا عندنا الحاجة اللي هنغلي فيها لتر واحد بس وليكن، انت هتحطهم في ساقية 6 لتر، يبقى هتحط 6 معالق على اللتر اللي انت هتغليه، انت هتغلي لتر ميه واحد يبقى تحط 6 معالق، هتغليهم تمام بشكل كويس، هتخليهم يغلوا على النار على درجه غليان مثلا، يغلوا لمده 5 دقائق او 10 دقائق بالكتير. بعد كده انت غليهم مثلا في لتر ميه، كانوا 6 معالق، هتصفيهم كويس عشان انت لو عندك في نقطات او لو انت بتستخدم نقطات والكلام ده كله ما يسدش معاك النقطات، هتصفي اللتر ده بشكل كويس وهتضيفه على 6 لتر مثلا. ولو انت عامل سقايات وحابب تسيب الشيح زي ما هو عادي من غير ما تصفيه، تاكله الطيور عادي مفيش منه اي مشاكل. ولكن في نقطة هنا، ممكن الشيح مع مرارته ممكن الطيور ما تجبال، يعني ما يبقاش فيه اقبال، هتزود، عايز تزود بسكر او بعسل عادي مفيش منه، مفيش ضرر ولا فيه مشكلة، عايز تزود مثلا تكسر مراره مثلا بسكر او عسل عادي مفيش برضه، معلقة لكل لتر مية، يعني لكل لتر هتزود معلقة سكر عشان مش هينفع نزود السكر. ده برضه بيساعد معاك في زيادة الوزن ومفيد برضه مفيش منه اي ضرر. يبقى بمعدل كل لتر ميه ليه معلقه شيح. الموضوع ده هتكرره للطيور عادي، عايز تبتدي من الاسبوع الثاني او الاسبوع، من الاسبوع الثاني او من 10 ايام، عند من 10 ايام تبتدي الطيور هتخلي الموضوع ده، هتعمله مره كل اسبوع، يعني يوم في كل اسبوع. لو مشيت على الموضوع ده يوم كل اسبوع انت كده ضمنت عندك، شلت مشاكل كتير من الفراخ وظبطت الفراخ عندك وظبطت لهم الجهاز التنفسي زائد الجهاز المعوي، يعني انت ظبطت معاك الطيور. ولو عندك الطيور دي مثلا في البيت او انت بتربي مش دواجن تسمين، بالنسبه للدواجن البلدي ممكن تمشي عليه عادي كل 10 ايام مره تعملها كده، مفيش منها اي ضرر، وللاسف ملهاش اي، يعني ملهاش اي اضرار ولا اي نتائج سلبيه على الفراخ، ومجربه بنسبه 100%. ولكن زي ما بقول لحضراتكم حاول ما تزودش السكر، يعني كل معلقه مثلا زي ما قلت لحضراتكم لكل لتر ميه معلقه سكر مش اكتر، او عسل اسود حسب الحاجه المتوفره عند حضرتك. والشيح طبعا موجود عند العطارين وموجود عند الدنيا كلها، يعني مش ورخيص سعره، تكلفته رخيصه وسعره رخيص،
وانا منزل لكم سايبه لكم في الفيديو تحت طبعا في الوصفه، وسايب لكم صورته مع القناه علشان اللي ما يعرفوش او اللي يسال عنده في دولته هو ايه الشيحه والكلام ده كله. انا ما اعرفش غير في القاهره او في مصر بقول اسمه الشيح، ما اعرفش بقى في الدول اللي بره اسمه ايه. ولكن يعني حاولوا في الاسبوع الاول بلاش تستخدموا الشيح، يعني مش هينفع نستخدمه في الاسبوع الاول، هو ما ثبتلوش اضرار او بس انا ما جربتوش للامانه. انا جربت من بعد الاسبوع الاول، يعني بعد اليوم العاشر تقريبا بالظبط ابتديت اجرب الشيح واشتغل بيه وجاب لي نتائج فعاله بنسبه بسم الله ما شاء الله بنسبه 90%. هو يمكن مشكلته بس ان ريحته مش محببه لبعض الناس او لمعظم الناس، ريحته نفاذه طبعا ومش محببه، ولكن احنا مش هتفرق مع الفراخ ريحته، هو المهم ان هو مثلا هياثر او هيجيب نتائج ايجابيه وعلاج قوي وفعال للفراخ، عشان كده احنا مش هتفرق معانا موضوع ريحته خالص. يعني كمان حاجه تاني من مميزات الشيح ويمكن دي بعيده عن الناس، انه بيطرد اي حشرات، بيطرد القوارض، بيطرد التعابين، يعني الافات والتعابين والكلام ده كله هو طارد للحاجات دي. يعني لو الشيح انت رشه في المكان عندك في اي مزرعه سواء كانت مزرعه بلدي او دواجن او بيطرد اي قوارض، بيطرد موضوع الابراس، اي الحشرات تم معظمها حتى بما فيهم التعابين بيطرد طارد قوي، يعني ما بيخلي الحاجات تهرب من المكان، وده لحد طبعا بتسبب مشاكل كتير للطيور. يعني هو مفيد جدا جدا في حاجات كتيره وله فوائد كتيره جدا جدا. وانا بشكر الناس اللي كملوا معايا الفيديو لحد كده واللي وصلوا معايا لنهايه الفيديو، وفضلا وليس امر لو انتم مش مشتركين في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، وما تحرموناش من لايك ومن كومنتك الجميل، ولو عندك اي استفسار او اي تعليق اكتبه لنا وانا والله برد على كل التعليقات يا جماعه. وده كان فيديو النهارده، وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في رعايه الله وحفظه.